أعزائي التلاميذ متتبعي قناة التربوية لابو اس في تي، أهلا بكم في هذه الحصة لنصحح سلسلة من التمارين حول الحركات الإرادية. لتحميل هذه التمارين زوروا الرابط الذي أنشره أسفل الفيديو في الوصف. في التمرين الأول مطلوب منا اختار الجواب الصحيح من خلال إن مشهد قطف زهرة رأيتها يتضمن إحساس شعوري وحركة لا إرادية. إحساس شعوري وحركة إرادية، حركة إرادية وحركة لا إرادية، حاسة الشم وحاسة اللمس. إذن إن مشهد قطف زهرة رأيتها يتضمن إحساس شعوري وحركة إرادية، صحيح. نمر إلى التمرين الثاني. مصدر الحركات الإرادية هو، هل هو المستجيب الحركي، الباحة الحركية، الباحة البصرية، المستقبلات الحسية؟ هي المصدر الحركات الإرادية هي الباحة الحركية، صحيح. نمر إلى التمرين الثالث. توجد الباحة الحركية في المخ، هل أمام شق رولاندو، أمام شق سيلفيوس، أمام شق ماجوندي، أمام البصلة السيسائية؟ إذن توجد الباحة الحركية في المخ وبالضبط أمام شق رولاندو، جواب صحيح. نمر إلى التمرين الرابع. في الباحة الحركية تنشأ السيولة العصبية المركزية، أم السيولة العصبية النابضة، أم الدورة الدموية، أم الدبدبات الصوتية؟ إذن في الباحة الحركية تنشأ السيولة العصبية النابضة وتسمى كذلك السيولة العصبية الحركية، نتأكد صحيح. نمر إلى التمرين الخامس. مطلوب منا أن نختار الجواب الصحيح. تنقل السيولة العصبية النابضة أو الحركية بواسطة، واش الألياف الحسية؟ هل الألياف الحركية؟ هل الألياف العصبية؟ هل العروق الدموية؟ إذا تنقل السيولة العصبية النابضة الألياف العصبية الحركية، صحيح. نمر إلى التمرين السادس. تنقل السيولة العصبية الحركية إلى عضلات اليد أثناء حركة إرادية عبر النخاع الشوكي، العصب العضدي، العظام، العصب الوركي. إذا الفاء تنقل السيولة العصبية الحركية إلى عضلات اليد أثناء حركة إرادية عبر النخاع الشوكي ثم العصب العضدي، نتأكد صحيح. 4-4. نمر إلى التمرين السابع. تلف في الباحة الحركية الموجودة في النصف الأيسر من الكرة المخية يؤدي إلى، هل شلل أعضاء النصف الأيمن من الجسم، شلل أعضاء النصف الأيسر من الجسم، فقدان حساسية الأعضاء اليمنى من الجسم، فقدان حساسية الأعضاء اليسرى من الجسم؟ إذن بما أن التلف وقع في الباحة الحركية الموجودة في النصف الأيسر من الكرة المخية، فإن الأعضاء اليمنى من الجسم ستصاب بالشلل. إذن شلل الأعضاء اليمنى من الجسم. صحيح. 4-4. نمر إلى التمرين الثامن. يطلب منا اختيار الجواب الصحيح. يتكون النسيج العصبي من عصبات، أم من كريات حمراء، أم من خلايا ظهارية، أم من كريات بيضاء؟ إذن يتكون النسيج العصبي من العصبات، صحيح، أو الخلايا العصبية. نمر إلى التمرين التاسع. مطلوب منا اختيار الأجوبة الصحيحة. تتكون العصبات من جسم خلوي، من أسناخ ومحورة وصميمات وتشجر نهائي. إذن تتكون العصبة أو الخلية العصبية أو العصبون من جسم خلوي متصل بمحورة وبتشجر نهائي، نتأكد 5-5، جواب صحيح. نمر إلى السؤال الأخير، السؤال العاشر. اختر الحركات الإرادية من بين الأنشطة التالية: انسحاب اليد أثناء صعق كهربائي، الكتابة على الدفتر، فتح الباب، ارتفاع اليد إثر لمس جسم محرق. إذن فالحركات الإرادية الواردة في هذه الاقتراحات هي الكتابة على الدفتر ثم فتح الباب، نتأكد جواب صحيح. 4-4. إذن فلقد أنهينا هذه السلسلة من التمارين، حصلنا على نقطة 10-10. أعزائي التلاميذ، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة.
أذكركم بالمشاركة في قناتي، كما أنتظر تعليقاتكم لتحسين هذه الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.